نجي لمسألة الأصالة ومسألة التقليد. أصله القيمة في دي الفردية والتبعية، الفردية والجماعية. في الشريعة لابد أن يكون في تعميم، يعني ما ممكن يكون في الشريعة كل راس براه عنده شريعة. هذه تجي الشريعة الجماعية، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني قلدوني. بعدين لما نحن نسير بتقليد نبينا في المراقي، زي ما قلت لك قبل لما قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أتانا أتانا حاله اللي هي أخلاقه، وأتانا عمله اللي هو عبادته. كأنه لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كأنه قال قلدوني في عملي، اللي يثمر لكم عملي حالي اللي تقلدوني في حالي. هالحال حاله حالة الأصالة الفردية، لأنه أصل الشريعة وسيلة للحقيقة، والحقيقة مقام فردية. يعني يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقات الله لو نحن فهمناها مش بنمشي له في السماء ولا في الأرض ولا في مكة، ملاقاتنا له بأن تقرب صفاتنا من صفاته، دي ملاقات. لأنه الله في قلوبنا ولا في السماء ولا في الأرض، قال ما وسعني أرضي ولا سماي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن. فلما تلاقي الله في نفسك انت حققت فرديتك. هنا الأصالة أصل في التكليف الأصلي هو الأصالة، والتكليف الفرعي هو التقليد. والتقليد ما هو غاية في ذاته، التقليد وسيلة للأصالة. وأنا أفتكر أنه أي واحد مننا برضو في الثقافة العامة يفهم أنه المقلد والأصيل مش في مستوى واحد. الشاعر المقلد مثلا لا يمكن أن يكون زي الشاعر الأصيل، الفنان المقلد، العارف المقلد، الإنسان ساي الشخصية المقلدة ممحوة في الشخصية المقلدة. ولا يمكن أنت أن تقول أن المقلد والأصيل في مستوى واحد. إذا كان المقلد أنقص من الأصيل يبقى يجيك السؤال، هل ديننا بوصل للأصالة ولا بقصر دون اللي يجعلنا مقلدين سرمدا؟ إذا كان ديننا بوصل للأصالة يبقى كلامنا نحن عن الأصالة حق. يبقى كيف بتكون الأصالة؟ الأصالة دي هي السر اللي بيكون بين العبد وربه في ممارسته لعبادته. لكن أنت الحاجة اللي تسأل منها كيف تصل للأصالة؟ قلد بإتقان. إذا كان قلدت نبينا بإتقان في عمله تصل لأن تكون كحاله، تتلقى من الله، تتلقى من الله بلا واسطة، بفضل تبليغه هو. لما جاء المقام بتاع الفردية في الصلاة كان جبريل ماشي قدامه باستمرار، يفتح السماء الأولى والسماء الثانية لغاية ما جاء في سدرة المنتهى، جبريل وقف. ففي الحديث في المعراج قال له تقدم، هذا مكان يترك فيه الخليل خليله؟ قال جبريل هذا مقامي ولو تقدمت خطوة لاحترق. فسقطت الواسطة هنا، بدا الشهود الذاتي. نبينا يسوق كل واحد مننا للمقام ده ويقول لها أنت وربه. كل واحد يبرز إلى مقام فرديته ويعطى شريعته الفردية بلا واسطة. أنت عايز تصل للحكاية دي؟ قلد بإتقان. ومعنى التقليد بإتقان أجعل صلاتك معراج، مش تقول أنا قولي بصلي صلي وهو بصلي. إذا كان صلاتك تصلي ركعتين أنت بعد الركعتين ماك أحسن رضا بالله منك قبل الركعتين ما صليت. إذا كان عملت صلاتك وسيلة للقرب من الله والرضا به، كل مرة بترتقي درجة بتجي أنت بعدين تعرف هل أنت في مقام التقليد باستمرار ولا بتجيك أصالتك. لكن قبل ما تجيك أصالتك استمر في التقليد، واعرف أن التقليد وسيلة، وأنه ما بكون وسيلة صحيحة إلا إذا كان كل يوم نقلك درجة، لأنه معراج والمعراج السلم. انت هسع طالع للمالية بتعرف انك لابد ان تخط رجلك في الدرجة الاولى والثانية والثالثة والرابعة، ما بتجي في درجة وتقيف. هالبداهة دي نحن في الصلاة ما عندنا. الصلاة معراج معناها سلم طالع بيك لله للصلة. اذا كان انت اتقنت التقليد بالصورة دي بيجيك المرحلة اللي تعرف فيها متين تكون صاحب اصالة، وصلاتك اصالتك بتكون كيف. والسؤال حقه يكون في الاتجاه العملي ده. أما الأصالة اللي الناس بيصلوها شكلها كيف، ده حاجة يمكن أنت تفهم ما دون في شرحنا ده ولا تفهم هي. هل في الماضي حصل ده سؤاله برضو، هل في الماضي حصل أنه ناس يعني وصلوا الأصالة؟ في أوقات كثيرة الناس تكلموا لكن ما تكلموا بالصورة اللي احنا بنتكلم بها. يعني مثلا الناس اللي قالوا وفي طنطا قالوا صلاتي تركتها ولم يعلموا أني أصلي بمكة. هنا انت تسمع وقالوا يقولوا مثلا فلان بيصلي في مكة، العامة يفتكروا انه هو بطير مش في مكة بيصلي ويجي.
هم قالوا في المعاريض مندوحة عن الكذب. هو قال أنه بصلي في مكة، هو من جانب صح مش بالتفصيل اللي عند ذهن السامع، لكنه ما هو كاذب حتى عند السامع، لأنه عرض بقضية ده يفتكر أنه بصلي في مكة انتهت المسألة. لكن حقيقته أنه هو لما يصل لمقام الفردية بيجد الله في نفسه، ده مقام الفردية معناه. ولما نكون التوحيد صفتك، بتشوف الواحد بالتوحيد، الله ما بيرى بعيني الرأس، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لكن إذا التوحيد حقق لك الوحدة، مش بقيت صاحب عينين، أصبح زي الحكاية اللي حصلت لنبينا، أصبح وحدة زي ما قال عنه ما زاغ البصر وما طغى، بالوحدة يرى الواحد. في الوقت ذاك أنت تعرف مكتك هي شنو. لكن هم لما قالوا المسألة دي وما ذهبوا في الشرح فيها أسكتوا ألسنة الناس. نحن لأننا دعاة الفكر الإسلامي لقمته ليصل للمرحلة ما بيجار فيها، أصبحنا بنعرض رأينا على الناس. الشوشرة دي كلها قائمة لأننا نحن لابد أن نكون واضحين. يعني نحن ما بيغنينا أن نقول مثلا أن نستر حالنا وأن نقول أنا بصلي في مكة مثلا، أو أن ندس المسألة دي من الناس. نحن واجهنا بها الناس لأنه فعلا الإسلام لولا أنه بيرتفع إلى مقام الفردية، بحقق الفردية الناضية، ما بكون عنده امتياز واضح على الفلسفات الأخرى. لو أنت قلت الإسلام اشتراكي، الاشتراكية فيه، لو قلت الإسلام ديمقراطي، الديمقراطية فيه، لكن بتنقطع حيل الناس لما تجي للقمة في أنه الإسلام بحقق الفردية المطلقة. والعبارة في تحقق الفردية المطلقة تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله، والكلام القبيلي قلناه تقريب صفات العبد من صفات الرب اللي فيها الوحدانية، اللي فيها ليس كمثله شيء، دي كلها صفات تصف بها العبد لما يحقق التوحيد. فالأصالة أصل في ديننا، ولولا أنه المقدار ده منها ضروري للدعوة للدستور الإسلامي، ضروري للدعوة لبعث الإسلام، ضروري لأن يكون الإسلام هو الفلسفة اللي ما بتقارن بها الماركسية أو الوجودية أو غيرها من الفلسفات، لما أحوجنا أنفسنا لأن نشرحه. فالإجابة عليه، هل حصل لناس قبل كده؟ حصل، لكن ستروا حال بالمعارض، ظنوها الناس ظن وهي عندهم ظن آخر.